وفي موضوع آخر مشاهدين الكرام، طبعا الجميع يعرف أن مراكز الحروق والتجميل في العالم مهمة جدا جدا، وهي من استراتيجيات مهمة لقطاع الصحة. في ليبيا بصراحة فيه نوع من الاهتمام اللي نقوله كويس، بل يصل حتى لدرجة جيد جدا ومرات حتى ممتاز لمركز الحروق والتجميل المعروف طبعا في شارع الزاوية في طرابلس، وأيضا المركز الليبي لجراحة الحروق والتجميل. حنعرف تفاصيل هذين المركزين وآلية عملهم والإمكانيات الموجودة، هل في نواقص في الإمكانيات، أيضا مسألة الضيوف الأطباء الزوار وحجم العمليات الجراحية، لأن بصراحة مثل هكذا مراكز محتاجة أن احنا نستضيف الناس المتخصصة واللي تدير فيها، حتى ننوه للمشاهد الكريم أن في ناس تشتغل رغم الظروف اللي تمر بها ليبيا. ينضم إلي الآن الدكتور محمد قدح، مدير المركز التخصصي الليبي لجراحة الحروق والتجميل، وأيضا طبعا دكتور أرحب بك، وأيضا ضمن الكادر الطبي بمستشفى الحروق والتجميل. دكتور مساء الخير. مساء الخير سيد عز الدين، نشكرك على هذه الاستضافة وبارك الله فيكم. أنا طبعاً دكتور محمد سعد قديح، ليس قديح. يا سيدي مرحبتين بك دكتور، من سنوات خلت ما تلاقيناش واليوم نلتقي على الهواء. أي. تقريبا اكثر من 8 او 10 سنوات اليوم التقيت بحضرتك على الهواء، بسم الله ما شاء الله ما زلت شبوب قاعد. اي باهي لحد ما كويس الله يبارك. طيب دكتور، للامانه مركز مستشفى الحروق والتجميل يعني يشتغل في شغل كبير جدا وعمل مضني من ضمن كوادره، سواء كانت طبيه او طبيه مساعده او حتى الاداريه اللي نعرف انها تشتغل بكل حرفيه، لكن طالما كانت هناك دائما ما يعكر صفو هذا النجاح، فلو سالتك دكتور محمد كيف يعني شو تشوف في السلبي للمستشفى اللي مفروض تعتني به الدوله وتدعمه اكثر؟ والله الموضوع هذا يطول الحديث فيه، ولكن اللي المفروض اللي يتم دعمه بالدرجه الاولى هو دعم القطاع او هذا المركز اللي هو يعتبر الوحيد في شمال افريقيا، وهو من المستشفيات يعني ممكن عدد 2 مستشفى في افريقيا كلها هو احد هذه المستشفيات. طبعا لما نقوله متخصص في جراحه الحروق والتجميل. نعم. الدعم بالنسبة للمستشفى لازم يكون طبعا دعم زي ما انت عارف، هي الدعم لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الحديثة، لأن هذا التخصص جدا سريع التطور ولازم انت تواكب باش يعني توصل أو تواكب العالم اللي يدور من حواليك. فهو المستشفيات اللي كانت مصنفة زي ما تعرف حضرتك أستاذ عز الدين عالميا، ويقوم بعمليات كبرى كانت ولا زال فيه العمل بصراحة وفيه شغل قاعد، لكن نتمنى أن يرتقى للمستوى أكثر أو أفضل من المستوى اللي احنا نتبعه فيه. طيب دكتور محمد، الحقيقة الكل يشتكي، وهذا مش حد تقول أنت نحن نقوله، لأن في استضافات كثيرة من ناس سواء كان مسؤولة أو حتى أطباء يشتكي من عدم تقديم الخدمة الحقيقية من قبل وزارة الصحة، وبالتالي هل هذه الخدمة اللي لم يعني يتم تقديمها بالكواليتي أو بالجودة المطلوبة أثرت في عمل مستشفى الحروق والتجميل؟ هو شوف، بالنسبة لعملية التوفير والإمداد والإمداد الطبي للمستشفيات بصفة عامة ومن ضمن مستشفى الحروق والتجميل الذي أنا نعمل به هنا، يعني تعرف أنت الظروف اللي في البلاد والقصص هذه اللي صايرة وكذا كلها تؤثر ضمن الربع الأداء وعدم توفير بعض الإمكانيات في سنة من السنوات، ولكن الآن إلى حد معقول في إمكانيات، صح ليست زي ما قلت لك ليست بالمستوى، ولكن يعني تقدم في خدمات ولو كان على مستوى متواضع يعني للمريض. طيب خلينا نجول للمركز الليبي لجراحة الحروق والتجميل ونشوف الآن في بعض اللقطات اللي زيارة بعض المسؤولين في افتتاحها هذا المركز، ما الذي سيقدم دكتور للجانب خلينا نقوله للكادر الطبي وللمواطن أيضا؟ طبعا المركز التخصصي الليبي لجراحة الحروق والتجميل، هذا الاسم تاعه بالشكل هذا. نعم. هذا يقدم يحاول يقدم خدمات، طبعا هو مركز حديث الافتتاح تو يعني قريب فاتحين، ما ليش فتره طويله اقل من شهر. المستشفى يعني فيه امكانيات كويسه، او المركز هذا فيه يعني امكانيات كويسه وتجهيزات حديثه
وليست بنقول احنا متواضعه، لكن كبدايه حتكون يعني تعتبر مستواها جيد جدا وممتاز يعني جسر ان شاء الله، حاول انه يقدم خدماته. وهذا طبعا يبان في الايام القادمه اللي زي ما قلت لك حديث يعني الافتتاح. نعم، الصوره اللي نشوفها دكتور توحي بان حيكون فيه دفع قيم ماليه للناس اللي حتكون يعني حتضطر انها تعالج لا قدر الله لما تكون عندها اصابه حروق او بعض التشوهات الخلقيه. اي نعم، هو طبعا مركز خاص فيه عده اطباء وناس متخصصه وناس يعني استشاريين. نعم، وهو في الحقيقه يعني يقدم في يعني الخبرات اللي تعمل به كلها يعني طالع من مستشفى الحروق والتجميل يعني متخرجه منه ومتدربه فيه. نعم. وطبعا بالاضافه للامور يعني في تجهيز بعيادات ليزر وجلديه ويعني تجميل. هذا طبعا غير الجانب اللي احنا نعمله فيه، وانت تعرف استاذ عز الدين كنت يعني تمر عليه وتشوف فيه اللي هو جراحه الحروق والجراحات الترقيعيه والجراحات التشوهات الخلقيه، جراحه الوجه والفك وجراحة اليد، وكل هذا كان يعني من يعني موجود داخل هذا المركز. نعم. طبعا زي ما قلت لك هو مركز خاص، وتحاول يعني إدارة هذا المركز وهذا أو هذه الجمعية متاع الجمعية العمومية لهذا المركز أن تقوم بتقديم أفضل الأسعار وتكون في متناول الجميع وليست يعني بال هو والله دكتور 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 محمد هذا السؤال مهم جدا صراحة، وأنا حاولت إن اللف بيك لفان لما قلت لك واضح ان في دفع مالي لاني اعرف انه مركز خاص، لكن راوي دكتور اي دكتور انت تعرف ان راوي العيادات للاسف بعض منها مش كلها بصراحه، بعض منها مش راح من المواطن نهائيا، الاسعار فلكيه، عمليات جراحيه قد تكون بسيطه وعمليه ولاده توصل ل 3 و4000 دينار، عمليه العين توصل ل 1700 و2000 دينار، والناس وضع الاقتصادي صعب وانت حضرتك ابن هذا البلد وتشوف اللي نبي نقوله. انا مش حنطلب منك اكيد ارقام وكم العمليه كذا كذا، لكن اللي نبي نقوله هل راعيتم هذا الجانب؟ هل راعيتم حال المواطن طبعا المساله الاقتصاديه؟ طبعا الجانب هذا مهم جدا، احنا الجانب هذا يعتمد، انت استاذ عز الدين انت عارف البرنامج هذا انت يعني تشري في شيء وبتحاول تخدم به المريض، تقدم به خدمات للمريض بهامش ربح بسيط اذا كنت انت تبي تدير شغل كويس، بعد طبعا ما تغطي كل مصاريفك، لانك حتى انت عندك مصاريف وعندك موظفين وعندك ناس بتخلص وعندك تمريض وعندك اطباء تخدير واطباء جراحين اللي بيشتغلوا، لما تغطي يعني تغطي هدوم الناس بيكون عليها هامش ربح بسيط يعني. ماهوش يعني الموضوع يعني ماهيش ارقام فلكيه ولا ارقام يعني كبيره، بدون ما نقول كم الارقام ولكن كلها في متناول الجميع. دكتور 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 عذرني على المقاطعه، مثل هكذا مشاريع توضع لها جدوى اقتصاديه، يعني مثلا حطيتوا راس مال نقولوا مثلا 10,000 او 100,000 او مليون، الجدوى الاقتصاديه نقولوا بعد 5 سنوات ترجع قيمه راس المال، وبعد طبعا تخلص موظفينك وتشتغل وكذا ترجع قيمه راس المال. احنا في عندنا ناس وهذا شيء مؤكد 100% في بعض العيادات والمصحات الخاصه في سنه او اقل صرفت 4 أو 5 مليون، في سنة أو أقل ردت رأس مالها، وهذا أمر ضرب الخيال دكتور، تعرف هذا يعتبر طبعا مخالف صح. هو في الحقيقة يقول لك في السنة الأولى أنت المفروض بتكون خاسر مش رابح أصلا، خاسر يعني أنت يعني بتدفع فوق رأس المال، يعني أنت كرواتب وغيره ومشتريات وكذا من غير رأس المال اللي حطيتها أنت ممكن في العام الأول تكون زايد خاسر فوق رأس المال. هيك صح، إيه انت في 3 سنين واربع او 3 سنين لاربع سنين من بوش نقول 5 سنين بدات تسترد في راس مالك، يعني تسترد فيه ولم تسترده بالكامل تعتبر كويس انت ماشي صح. قبل هيك لو انت اصلا لقيت راحت مش واصل الى ماذا في 3 سنين وفي 4 سنين وحتى قريب 5 سنين وما استردتش راس مالك، معناه في خطا في تلك الجدوى، يعني انت في حساباتك حاجه خطا. طيب دكتور فيه هو بين الطبيب الليبي والمريض الليبي، وهذه لها سنوات للاسف، يعني لها سنوات طويله للاسف ان فيه عدم ثقه في من المريض الليبي للطبيب، في المقابل انا اثق تماما ونعرف تماما ان عندنا كوادر طبيه ممكن يعني دول اخرى تدفع لها في ارقام كبيره حتى تقعد عندها، والامثال عديده سواء كان في بريطانيا، في كندا، في السويد،
في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض الدول العربية موجودين كوادر ليبية. للأسف أن الدولة الليبية تدفع بقيم الرواتب بنظر القانون وكذا كذا، لكن في الخارج تدفع لهم أرقام كبيرة وسيارة ومدرسة للصغار وإلى ما ذلك، وبالتالي هذا أعطي منفذ لبعض الأطباء أنهم هاجرت هذه العقول. لكن اليوم للحديث عن العمليات الجراحية الكبرى دكتور، أبرز العمليات اللي يمكن أن نحن نقوله عندنا كادر طبي متخصص في الحروق والتجميل قادر ينفذها بالطريقة العلمية والمثالية، واللي طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، أن الحالة اللي تجي حتطلع بعون الله بوضع كويس، وأكيد حنعرض بعض الصور للعمليات الجراحية ومع حضرتك وانت تتكلم، حتى يعني يا سيدي نكونوا داعمين للكادر الطبي الليبي اللي بصراحة يشتغل ليل نهار. طبعا الموضوع هذايا او العمل داخل يعني كعمليات وكاجراء عمليات وغيرها، الحمد لله هذا موجود، نعتبر ما فيش يعني ما يعتبرش وضع يعني يعتبر متقدم جدا، على عكس مستشفى الحروق والتجميل قمنا بالعديد من العمليات الكبرى وكانت عمليات تكلف بالنجاح، والى يومنا هذا نعمل، والى يومنا هذا عمليات الحمد لله معظمها ناجحه وكويسه، باستثناء حالات مثلا زي يقولوا احنا حاله حروق جات بنسبه 90% ومستنشقه غازات سامه وغيرها، فهنا هي نسبه وتناسب يعني بتكون يعني ماشي الوفاه لا سمح الله اكثر منها تمثل للشفاء. هذا الكلام مش عندنا احنا بس، هذا الكلام موجود في بريطانيا، وفي سنه من السنوات اجريت دراسه في مستشفى الحروق في لندن، او في قسم الحروق في مستشفى لندن في لندن. نعم، وكانت تصور يعني استاذ عز الدين المورتاليتي ريت اللي هي احنا نسموها نسبه الوفيات وصلت الى 50% في داخل العنايه، نحكي داخل العنايه يعني صحيح. 10 حالات في قسم العنايه، خمسه توفوا وخمسه احياء يعني عاشوا. نعم، فهذا الشيء يعني عالميا موجود، يعني ما تقدرش تتذاكر انت مهما كنت يعني عندك امكانيات ومهما كنت انت يعني تشتغل بطريقه صحيحه يعني 100%، ولكن نسبة انك انت واحد يعني درجة حروق جاك ب 90% ومستنشق غازات وكذا، يعني انت هدايا تعتبر نسبة وفاته اكثر من هو يعيش. فالامور هذه ما يعني ما تتدخلش فيها الامكانيات، يعني انت كيف شخص زي هذا مثلا بتعيشه وكذا، هذه لا حاجة من عند ربك، هذه خلاص يعني ما كانش ربك سبحانه وتعالى يتدخل في الشيء هذا. لكن كمستوى او كمستوى خدمي طبيب الليبي يعني وبالذات في هذا التخصص، احنا ما نبوش تعالجوا التخصصات الاخرى لانه هذا موضوع الحلقه، يعني الطبيب الليبي فعلا يسابق الزمن ومتماشي مع اللي موجود في خارج ليبيا. بالضبط، والدليل صحيح. لما يجيك زائر والله انت تمشي تزور دوله ما تلقاش شفايتك يعني بحاجه يعني صحيح. ما فيش فرق، ممكن شويه نظام شويه كذا شويه تجهيزات شويه روتين معين، اما كشغل وكيد سواء كان طبيب او الطبيب المساعد نحكي قد التمريض ولا الدكتور التخدير ولا فني التخدير واي كادر طبي من حواليك داخل غرفه العمليات، حتلقاه يشتغل بمستوى جدا عالي ومستوى جدا ممتاز. نعم، الدكتور محمد قداح مدير المركز التخصصي الليبي لجراحه الحروق والتجميل واخصائي جراحه الحروق والتجميل، كنت معي مباشره من مكتب تلفزيون المسار بطرابلس، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم التوفيق ولحضرتك اكيد، واتمنى لنا تكون في فرصه اخرى لاستضافتك للعديد عن المواضيع، وقد تكون حتى مداخلات هاتفيه للمواطن الليبي ليسال، وهذه فرصه مهمه جدا لتواجدك. شكرا لك دكتور.